الشيء الوحيد يعني نتحسر فيه هذا الجمهور الكريم اللي جاء نطلب منه صراحة نتأسف كثير يعني ما كنا حابين نفرحوه ولا حابين نفرحوه ونخرجوه فرحان. ما كان حتى واحد في مكان يتمنى خسارة كيما هذه. لعبنا ندلي ندرنا اللي علينا، اللاعبين داروا اللي عليهم، حنا كطاقم فني ولا طاقم طبي ولا طاقم إداري ولا طوق كل طوق يمني معايا داروا اللي عليهم ما بخلوش خدموا. كذلك مام المديريه الفنيه وقفت معنا ندل الند مؤخرا صراحه داروا اللي عليهم والحمد لله. الحمد لله هذا وقضاء وقدر. انا نتحمل مسؤوليه تاع الاخفاق واللاعبين داروا اللي عليهم وش نقول لك هذه النتيجه وهذه الحقيقه.